اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه الماضيه كنا قد بدانا الحديث عن حرائق العراق التي لا تنتهي، عن هذا المسلسل الذي لا ينتهي لاباده العراقيين. تحدثنا عن حرق الناس في مستشفى الحسين في الناصريه مركز محافظه ذي قاف، وكنا قد أشرنا في ذلك في تلك الحلقة إلى أنه في 24 نيسان الماضي كنا قد شهدنا حادثة مشابهة في مستشفى القطيف في بغداد، ذهب ضحيتهم كما يقولون 82 قتيلا وعشرات الجرحى، لكن العدد ربما يزيد عن 100 قتيل ذهبوا حرقا في هذه المستشفى، وكانت هذه المستشفى مستشفى العزل من كورونا، من مرض كورونا، ويوم الاثنين 12 في هذا الشهر 12 تموز ذهب ايضا ضحيه الحرق الذي حصل في مستشفى الحسين في الناصريه، اكثر من 124 مثل ما تحدث يعني صحه ذي قار، لكن وزاره الصحه تنفي ذلك وتقول انه عدد القتلى لا يزيد عن 60. لاحظوا يقللون العدد لكي يحاولوا او هكذا يعتقدوا انه الفاجعه تقل في نفوس العراقيين في اعينهم، الفاجعه كبيره. الناس الان بدات تحصي، الان احصاءات بدات تظهر، انتم لا تعرفون الى اين وصلتم العراقيين، وصلتم العراقيين الان يحسبون عليكم انفاسكم، خلال 18 سنه يحسبون كل انسان قتل، كل لقمه طعام لم تدخل فم جائع يحسبونها، يحسبون كل شارع لم يبلط، كل مستشفى لم تبنى، كل مدرسة لم تبنى، كل طالب تسرب من المدرسة، كل أب فقد رزقه، كل عائلة فقدت معيلها، كل من اختطف، كل من سرق، كل من ابتز، كل من هاجر، كل من ضيع، كل من غيب، كل من دمر بيته، كل من فقد كل شيء، كل هذا يحسبونه الآن. وبالتالي كشف الحساب كشف كبير يعني لا تحتمله سجلات الدنيا كلها. سبحان الله، سبحان الله على هذه الملة التي جاءت وحكمت العراق، كيف تملك هذه القلوب القاسية وهذا الفكر المتحجر وهذا الفكر الإجرامي الذي أوصل العراق إلى هذا المستوى، سرقة وفساد وخراب ودمار، وبالتالي أوصل الحال إلى ما هو عليه. الميليشيات الآن زعماء الميليشيات وجدوها فرصة للحديث عن أنهم يعني يبيضوا وجوههم أولا وليقولوا أنهم براء من هذه العملية، وهم أول من يتهم، هم أول من يكون مسؤول عن هذا الحرق، هم من أحرقوا الناس، هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه الحكومات المتتابعة منذ عام 2003 لحد الآن هي المسؤولة عن موت الناس وحرقهم، هذه الحقيقة. الآن يعني يتكلمون عن الحكومة مقصرة، إذا كانت الحكومة مقصرة أنتم من جئتم بها، أنتم من دعمتموها وتدعمونها ولا تقبلون الحديث عنها، وأنتم من تستعرضون في الشوارع وتقتلون الناس وتغتالوهم وتختطفونهم وتعذبونهم، هذه كارثة كبيرة وشهدها الناس في ثورة تشرين، شهد كيف قتلتم الشباب، كيف اعتديتم عليهم، كيف جرحتموهم، كيف أهنتمونهم، كيف وجهتم إليهم التهم، ذيول وما أعرف منه وأبناء السفارات، أحاديث لا أول لها ولا آخر، وأنتم الذيول، أنتم ذيول إيران وذيول العمالة وذيول الأذى والسوء برقاب العراقيين. ما هذا الكارثة؟ ما هذه؟ أكثر من 124 قتيل يحرقون في هذه المستشفى وعشرات الجرحى، لماذا؟ لماذا يدفع أهل العراق هذه الأثمان الكبيرة؟ فاجعة العراق، الحرائق في العراق لن تنتهي، هذا مسلسلها لن ينتهي، هذه واحدة من حلقات هذا المسلسل الذي يعني لم يشهد العراق شبيها له. وتحدثون عن أنظمة سابقة وظلم، أنتم ظلمتم الناس ظلما لم يظلموا أحد، دمرتم العراق دمارا لم يدمره احد، اوصلتم العراق الى مستوى غريب عجيب من الاذى والسوء، ما هذا؟ والى متى يستمر هذا؟ ومن المسؤول ومن يتحمل كل هذا؟ هذا النموذج
الذي جاءت به أمريكا وجاءت به بريطانيا وجاءت به هذه الدول التي احتلت العراق من أجل مصالحها، وساعدتموها وهللتم لجيش الجيوش التي احتلت العراق وسميتموها جيوش تحرير، وباسم الدين وباسم الحسين وباسم المظلومية فعلتم ما فعلتم خلال 18 سنة. وأنا أتحدث عن شيعة السلطة وسنة السلطة وأكراد السلطة، كل هؤلاء الذين في العملية السياسية كلهم يتحملون مسؤولية ما يجري في العراق اليوم، كلهم مسؤولين عن الفساد والخراب والدمار والأذى. لم تبنوا مستشفى واحدة، لم تعرفوا كيف تحافظون على حياة المواطن. الناس تتفاخر بأنها تنقذ الناس وتجد علاجات وأدوية ووسائل جديدة لرفاهية الناس ولحياتهم، ونحن من سيء إلى أسوأ، حتى وصلنا إلى أن بغداد عاصمة العراق، هذه عاصمة الخلافة العباسية التي كانت منارة الدنيا، أسوأ مدينة في العالم. جواز العراقي أسوأ جواز في العالم. العراق من أسوأ الدول في الفساد، أكثر الدول فسادا، من أسوأ الدول في المآسي. أهل العراق من أكثر الناس كآبة وأذى، أكثر الناس مهاجرين، أكثر طلبات الهجرة الآن في الأمم المتحدة هي من أهل العراق. لماذا؟ إذا كانت الديمقراطية والحرية مثل ما تتحدثون، والأحزاب التي تؤمن بالرأي الآخر تحكم العراق، لماذا أهل العراق يهربون ويذهبون يركبون الشباب ويركبون مراكب من البلاستيك وتغرق فيهم بالبحار؟ من يتحمل كل هذا؟ يذهبون غرقا وحرقا وموتا واختطافا وتغييبا. ما هذا؟ تحدثون عن بناء وتحدثون عن دين وعن حصانة، أي حصانة وأي لا حصانة لكم، ولا 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 ذرة وفاء لكم من هذا الشعب. الشعب فقد ثقة كاملة بكم، وكان يعني الآن البعض يلوم الشعب، يقول له أنتم الذين يعني سكتتم عليهم وأنتم من أعطيتهم الفرصة. هذا مسلسل الموت مستمر، مسلسل الإبادة في العراق. إلى متى يباد أهل العراق؟ واحدة من المضحكات المبكيات في هذه اليومين الماضي، يعني هذه الأيام الماضية، أن المرشحين الجدد لهذه ما يسمونه الانتخابات المبكرة الجديدة وجدوها فرصة للدعاية لأنفسهم. البعض يتحدث عن مسؤولية فلان ومسؤولية فلان وأنهم سيفعلون كذا ولو كانوا في الحكم. ما هذا الكلام؟ سمعناه كثيرا. وأنتم من نفس المنظومة، المؤمن بهذه المنظومة ويذهب للانتخابات مؤمن بهذه المنظومة التي تحرق العراقيين وتبيد العراقيين. هذه المنظومة هي الأساس، منظومة العملية السياسية هي الأساس في دمار العراق، هي الأساس في المحاصصة والخراب والدمار وذهاب كل الكفاءات والفساد والمحاصصة وتغول إيران فينا وتغول الميليشيات، هذه كلها بالعملية السياسية. بالتالي من يدخل العملية السياسية، من يدخل الانتخابات ومؤمن بالعملية السياسية لا يتكلم إن هذا الكلام، لأنه سمعناه كثيرا. وبالتالي أقول إنه أهل العراق يعني في انتظارهم فواجع كثيرة إن لم يتداركوا الأمر وأن لم ينهوا هذا المسلسل بأيديهم. فمسلسل الخراب والحرق والدمار والقتل مستمر، ولك الله يا عراقنا الحبيب. وندعو لأهالي من فقدوا أبناءهم وفقدوا ذويهم، ندعو لهم بالرحمة يا والصبر والسلوان، والله يصبر كل العراقيين ويقويهم على هذه الفواجع وهذه الكوارث التي تحيط بهم والتي تصبحهم وتمسيهم في كل يوم. ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.